مبروك السي مراد، تزادت عندك بنية. السي مراد فرحان بالمولودة ديالو، والمؤسسة كتقاسم معه فرحته من خلال التغطية الصحية التكميلية IMC بلوس اللي كتقدم ليه منحة على الولادة. هاد التأمين المجاني والمكمل للنظام الأساسي أمو مكن أيضا الإبن ديالو من تعويض تكميلي على تقويم الأسنان، كيف ما كيمكن كذلك نساء ورجال التعليم من استفادة من تأمين تكميلي في حالات خاصة أخرى بحال البصريات، الرمامة السمعية، ترويض طبي، سكانر والتصوير بالصدى المغناطيسي IRM. والأهم في تأمين IMC بلوس هو أنه لا قدر الله إلا احتاجيتو نتوما والعائلة الصغيرة ديالكم استشفاء طبي أو جراحي، فهو كيغطي مصاريف العلاج اللي كتبقى على العاتق ديالكم، سواء كنتو في مصحات أو مستشفيات عمومية أو خاصة داخل أو خارج المغرب. وبالإضافة للاستشفاءات والحالات الخاصة، كيمكن تأمين IMC بلوس أيضا الأسرة التعليمية من تغطية تكاليف علاج الأمراض المزمنة، مثلا داء السكري والضغط الدموي، الأورام الخبيثة، عوز القلب، الاعتلالات الكلوية الشديدة، أمراض الكبد المزمنة أو المكلفة، مثلا الجراحة القلبية وزرع الأعضاء. وابتداء من فاتح يناير 2021 المؤسسة عزت تأمين IMC بلوس، بحيث أصبح كيعوض كذلك على تقنية التصوير المقطعي بيت سكان، وتقنية العلاج الإشعاعي VMAT، وتقنية التصوير البصري المقطعي التوافقي OCT. هادو من بين المزايا الكثيرة اللي كتوفرها IMC بلوس للنساء ورجال التعليم والأسر ديالهم، بما فيهم المتقاعدين والمنخرطين المقبلين على التقاعد، وهذا الشيء بشرط أنهم يجددوا الانخراط ديالهم في المؤسسة بمجرد الإحالة ديالهم على التقاعد. باش تستافدوا حتى نتوما من مزايا IMC بلوس، ما عليكم إلا تحطوا الملف الطبي ديالكم كامل داخل الأجل المحددة عند الوكيل العام لشركة سهام التأمين الأقرب لكم، أو مباشرة عبر فضاء IMC الخاص بشركة سهام التأمين imc.sahamassurance.ma. والمزيد من المعلومات ما عليكم إلا تطلعوا على دليل هذه التغطية التكميلية الموجودة في الموقع الرسمي للمؤسسة fmccéducation.ma. IMC بلوس، أفضل تأمين لأسرة التربية والتكوين.